Audio Jungle. طبعا في العيد يعني في حلويات، يعني في حلقوم، وطبعا في عندنا مرضى سكر، في ناس ممكن يزورونا من ذوي الامراض المزمنه زي مرض السكر. فاليوم متوفر حلقوم نفيس كالوري بمحل ستيفيا، متوفر شوكولاته بدون سكر بمحل ستيفيا، ممكن نقدمها للضيوف اصحاب الامراض السكري وللناس اللي بتحافظ على السعرات الحراريه والناس اللي بتعمل دايت، وهيك بناكل إشي حلو لكن بدون سكر، بدون ما يرفع السكر وبدون سعرات حراريه عاليه.